المحلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا اضطراب واضح في أسواق العملات، الكثير من المعطيات موجودة في الأسواق، حديث جيروم باول، الشهادة أمام الكونغرس، ما الذي يحدث الآن في الأسواق؟ صباح الخير. بالفعل الأسواق المالية كما تفضلت فيها العديد من المستجدات. نبدأ بمستجدات متحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي تسبب بداية في حالة من التوتر والقلق في الأسواق المالية العالمية، ومن ثم أيضا جاءت التغيرات الواضحة في لهجة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، عندما بدأ بالإشارة إلى احتماليات تسريع وتيرة خفض برنامج شراء الأصول، إذ أن جيروم باول أشار بشكل واضح بأن كلمة أن يكون التضخم عابر لم تعد مناسبة بعد الآن، حيث أن الفدرال الأمريكي يبدو الآن أكثر قلقا من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 6.2% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، ويبدو بأن الفدرال الأمريكي الآن يجب أن يبدأ النظر لهذا الارتفاع الكبير في مستويات التضخم، لكن في نفس الوقت يجب أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار احتمالات التباطؤ الاقتصادي في حال استمر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأثر على النمو الاقتصادي. كل هذا يؤثر بالفعل على أسواق العملات. نعم أستاذ سركيس، يعني لاحظنا هذا التدبر والحديث في الولايات المتحدة حول أن الاقتصاد نوعا ما جيد بالرغم من حالات والارتفاع الواضح في الإصابات وتحديدا في أوميكرون، لكن ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ لاحظنا تراجعات وتذبذبات في سعر اليورو، يعني ما المعطيات الموجودة الآن في الأسواق الأوروبية وتحديدا حول أسعار الفائدة هناك؟ بالفعل الأسواق المالية الأوروبية تشهد حالة من التذبذب الواضح، بداية مع توجه العديد من الدول لإجراء إغلاقات أو على الأقل إجراءات لتقليل السفر والتحركات في بعض الدول. هذا ينعكس سلبا أو انعكس سلبا على مؤشرات الأسهم في أوروبا. أما بالنظر إلى البنك المركزي الأوروبي وتوقعات الفائدة فيه وتأثيره على الدولار، فمن ناحية الفدرالي الأمريكي كما أشرنا يبدو الآن أصبح أكثر اتجاها نحو تقليص برامج شراء الأصول وكذلك رفع الفائدة، لكن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فآخر تصريحات رسمية جاءتنا من رئيسة البنك تم الإشارة فيها إلى أن رفع الفائدة قد يكون أمر غير جيد لأنه قد يخنق التعافي الاقتصادي، بالتالي نحن أمام احتمالية فترات طويلة من أسعار فائدة متدنية في منطقة اليورو. في المقابل هنالك احتمالات لرفع الفائدة في بريطانيا كذلك في الولايات المتحدة، مما يبقي على الضغط على اليورو مقابل الدولار الذي يشهد تداولات عند الدولار و13 سنت في الأسواق المالية العالمية. نعم، يعني أستاذ سركيس الذي فهمته منه أن هنالك تضارب بين البنوك المركزية العالمية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، هذا يأخذنا الحديث تحديدا على الليرة التركية والحديث عن سعر الفائدة، يعني لاحظنا وصولها بالأمس بعد تصريحات الرئيس التركي إلى عمق جديد نوعا ما. بالفعل هنالك توجهات واضحة من الرئيس التركي للمطالبة بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. فعليا تم خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس من 16 إلى 15%، وهذا الخفض في الفائدة ترافق مع ارتفاعات كبيرة في التضخم، يعني التضخم في تركيا يقترب من 19.8%، فيقترب من 20%. ارتفاعات التضخم الكبيرة مع أن الاقتصاد يشهد حاليا حالة من النمو، وأيضا معدلات البطالة انخفضت إلى 11% تقريبا من مستويات 12، لكن هنالك مؤشر تتابعه الأسواق المالية يسمى مؤشر البؤس، وهذا المؤشر هو حاصل ضرب معدل البطالة في التضخم، فإذا بقيت معدلات التضخم مرتفعة فهذا يعتبر مؤشر اقتصادي سيء جدا، وهو ما يضغط على الليرة التركية التي تداولت بانخفاض عند أدنى مستوياتها تاريخيا. نعم أستاذ سركيس، يعني مع أيضا الحديث عن أوميكرون وعودة هذا والتخوف الواضح من هذا المتحور الجديد، يعني هل سنستعيد أو هل سنرى بعض الردود الفعل كما رأيناها منذ بداية دخول الجائحة؟ هل هو يعني هذا المتحور الجديد أثر بشكل ملامس وأيضا مشابه لعملية دخول فيروس كورونا في بداية عام 2020؟
باعتقادي لن تكون هنالك إجراءات وتأثيرات كبيرة جدا كالتي شاهدناها في عام 2020. ففي ذلك الوقت لم يكن العالم يعرف ماذا سيفعل، وكانت هنالك تجارب وأخطاء، وتم الأخذ في الأشياء الإيجابية من ناحية الإغلاق أو من ناحية الاحتواء. وبالتالي رغم أن هنالك انتشار من سلالة كورونا الجديدة، والتي أعتقد أنها ستؤثر فعليا على الاقتصاد وبدأت فعليا بالتأثير على بعض قطاعاته بالسلب مثل قطاع السياحة والسفر، لكن باعتقادي الشخصي لن تكون التأثيرات عميقة وكبيرة كما شهدنا خلال عام 2020، إلا طبعا إذا حصل لا قدر الله انتشار واسع ليس بالحسبان. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.